ومن اسطنبول ينضم إلينا المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال. سيد أحمد، تحية طيبة لك. حضرة العميد، إسرائيل تقول بأنها طوقت القسم الشمالي من قطاع غزة. أنت كعسكري، هذا التطويق ما هي أسبابه؟ وإلى برأيك إلى أي مدى يمكن بالفعل لإسرائيل أن تعزل شمال قطاع عن جنوبه؟ صباح الخير، ولا تحياتي إليك وتحياتي لكل العاملين بالمحطة ولكل السادة المشاهدين. يعني أول شيء في البداية بدنا نكون أمام قاعدة إنه اليوم قساوة المعركة اللي عم تصير، قساوة الحرب اللي عم تصير، إنه كلا الطرفين يعتبر إنه هناك ضرورة لاستمرار المعركة، وكلا الطرفين بيعتبر إنه هالمعركة أو الحرب هي وجود أو لا وجود. إسرائيل تعتبر إنه لا يمكن العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر، واحتمال عودة سيناريو 7 أكتوبر على مستوطنات إسرائيلية. وحماس أيضا تدرك أن ما يحصل اليوم من قبل الجيش الإسرائيلي، إن كان عبر تقسيم القطاع أو عبر إحاطة بغزة، هو يعني انتقال للمرحلة التالية، تدمير الأنفاق، وبالتالي إخراج حماس على الوجود، وهو هدف أصبح اليوم الحديث عنه حتى في الإدارة الأمريكية، ماذا عن بعد الحرب والتخلص من حماس. بالمفردات الميدانية اليوم عندنا 3 محاور عم تتحرك فيهم إسرائيل. نعم. المحور الشمالي الغربي من ناحية العطاطرة، ويتقدم على طريق رشيد ليلتقي مع محور آخر يتحرك من ناحية العوز في منتصف قطاع غزة مقابل حي الزيتون، يحاول الاختراق، اخترق، وصل لحي لطريق صلاح الدين وقطع بحدود 4.5 كيلومتر، ووصل إلى منتجع النور تقريبا، يعني باقي له 1.5 كيلومتر يصل إلى الساحل. إذا ما كمل المحور الإسرائيلي اللي عم يتقدم من الشمال الغربي باتجاه الجنوب والتقى مع هذا المحور، هذا يعني أن تم تقسيم قطاع غزة إلى قسمين: القسم الشمالي مدينة غزة، بيت لاهيا، بيت حانون، جباليا مع العطاطرة، ومن ثم يتم التفرق إلى القسم الداخل. طيب، شو يعني اليوم تم الإحاطة أو تقسيم قطاع غزة؟ هذا يعني العودة لحصار مدينة غزة، وهذا اللي عم بيصير اليوم، أن القوة اللي عم تتقدم من الشمال أو المحور الثانوي اللي عم يتحرك من حاجز إرز في أقصى الشمال الشرقي، لأن في 3 محاور إسرائيلية عم يتم العمل فيها. الغاية هي عملية الفصل، والمهم الأسمى أو الأكبر المسندة للجيش الإسرائيلي ولأرتال الدبابات اللي عم تتقدم بحدود 3 إلى 4 لواء دبابات. المهمة الثانية هي عملية الإحاطة بغزة. شو يعني الكلام هذا؟ يعني أولا تطهير ما فوق الأرض، وهذا اليوم اللي عم تعمل عليه عمليات التمهيد الناري البري والبحري والجوي، بالإضافة للقوة اللي توغلت داخل قطاع غزة الشمالي. والمهمة الثانية اللي هي التفرغ لعملية تدمير مترو غزة أو أنفاق غزة. نعم. التي تعتبر هي الجزء الأساسي أو من هذه المعركة. حضرة العميد، عندي سؤال. هناك معلومات يتم تداولها بأنه إسرائيل، وهذا نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أعطوا هذه المعلومات للإعلام الغربي، بأنهم تمكنوا حتى الآن من تدمير 100 نفق عبر استخدام قنابل معينة وعبر استخدام روبوتات. نعم، هذا الكلام صحيح. إسرائيل قبل أن تدخل المعركة، ونحن كثير تساءلنا رولا أنه شو سبب التأخير، 24 يوم وضع القوات. نعم. حشد 5 فرق عسكرية في محيط غزة، تأخر عملية الاقتحام، تأخر عملية الدخول. كانت إسرائيل تستعد على اتجاهين: الاتجاه الأول الحصول على أجهزة استشعار عن بعد تستطيع رسم خرائط لأنفاق تحت الأرض. الأمر الثاني استخدام قنابل متطورة للتعامل مع الأنفاق. حماس لم تخفي، قالت لديها أنفاق على لسان إسماعيل هنية يصل عمقها ل 230 قدم، يعني حوالي 80 متر. هذه الأنفاق تحتاج إلى قنابل أقوى من الأنفاق القنابل اللي بتحويها إسرائيل، وهي جبهة 28 التي تستطيع التعامل على أنفاق لعمق 40 إلى 45 متر. إذا نعم، حتى لو دمرت حماس إسرائيل اليوم 100 نفق، نحن نتحدث
عن 1300 نفق موجودة تحت قطاع غزة، نتحدث عن 500 كيلومتر. أيضا إسرائيل استخدمت نوع من القنابل يسمى القنابل الإسفنجية. نعم. مهمة تلك القنابل ليس تدمير الأنفاق، إنما إغلاق بواباتها ومخارجها، بمعنى إن لم تستطع تدمير تلك الأنفاق فتلك القنابل تستطيع أن تشكل رادع على بوابات الأنفاق تمنع الخروج والدخول، وبالتالي من هم تحت الأرض يبقى تحت الأرض ولا يشكل خطر على الجنود الإسرائيليين. نعم، يعني هذه القنابل التي تستخدمها إسرائيل مع الروبوتات، هي يعني هل ما تقوم به هي حصار أو قتل هؤلاء المسلحين من حماس أو المقاتلين داخل هذه الأنفاق قبل أن يتمكنوا من الخروج، ولا هذه الأنفاق أصلا لها مداخل ومخارج، يعني تكون إسرائيل قد سدت أحد المداخل لكن يكون هناك مخرج آخر لها؟ سؤال بمنتهى الأهمية اليوم، وهذا ما يشغل بال المخططين الإسرائيليين، أن اليوم محاولة التمهيد الناري ومحاولة القصف ومحاولة القتل والتقدم من مناطق زراعية، لاحظ المحاور الثلاثة اللي عم تحرك فيها إسرائيل، تحاول عدم الاقتراب من المناطق السكنية قدر الإمكان، إن كان محور حاجز إرز أو محور العطاطرة أو محور جنوب غزة في وادي غزة، ويتقدم في أراضي زراعية، وكلما اقترب من المناطق السكنية تظهر عملية الخروج من الأنفاق وعملية المواجهة. وشاهدنا اليوم أنه عنصر قام بوضع عبوة ناسفة على أحدى الدبابات، وشاهدنا كمين وقع في رتل دبابات مكون من حوالي 7 إلى 8 دبابات حوالي سرية أو أقل، ودمر عدد منها. إذن إسرائيل اليوم تستطيع أن تدمر بعض الأنفاق، لكن تلك الأنفاق كوكر الثعلب، يعني لها بوابات متعددة ولها مخارج متعددة، لها أعماق متعددة، وبالتالي هذا ما تبحث عنه عناصر حماس، الوصول أو إيقاعهم ضمن كمائن متعددة عبر الخروج من الأنفاق في أماكن غير متوقعة، بالإضافة إلى عملية الاشتباك والوصول إلى المسافة الصفرية لإبعاد عملية الطيران، بمعنى عندما يستطيع حماس الاشتباك من مسافة قريبة مع الدبابات أو المشاة أو عربات النمر الإسرائيلية، لن يستطيع الطيران التدخل باعتبار أن المسافات قريبة جدا، ولا يستطيع الطيران تمييز ما بين العدو والصديق. لذلك قلنا هي معركة شرسة جدا، حماس تدرك أن سيطرة إسرائيل على القطاع أو القسم الشمالي من قطاع غزة تعني سقوط القسم الجنوبي بالتتالي، وتعني تدمير الأنفاق، وإسرائيل تدرك أن فشل في تلك العملية يعني الإطاحة بالقيادة السياسية. نعم، حضرة العميد، استخدام الروبوتات كم هو أساسي بهذه المعركة، وكم يعني أهميته هذه الروبوتات غير أنها تساهم بالتخلص من الألغام وغيرها، ما الذي يمكنها أن تقوم به أيضا للمساعدة بتقليل الخسائر الإسرائيلية؟ الروبوتات موجودة عند الطرفين واستخدامهم كثيف جدا في هالمعركة هذه، إن كان في كشف المناطق المخفية أو الكشف مناطق ما أمام تقدم الأرتال أو أمام تقدم عناصر المشاة، وإن كان جوا أحيانا تستخدم، وشفنا كيف إحدى الروبوتات استطاعت من إيقاع قنبلة في أماكن تجمع جنود إسرائيليين، وإن كان تأثيره ضعيف لكن التأثير المعنوي يبقى كبير جدا. وبالتالي نعم، اليوم التقنية تستخدم من قبل الطرفين، لكن الواضح أن إسرائيل لديها قدرات أكبر إن كان في نوعية الروبوتات المستخدمة أو في المهام الموكلة لها. هذه الأنفاق برأيك أين مخارجها؟ هل لديها مخارج من البحر؟ هل لديها مخارج داخل المستوطنات الإسرائيلية؟ لأن حتى هناك معلومات بأن إسرائيل تستخدم قوارب مفخخة وقوارب أيضا تساعدها على التقاط الأماكن اللي ممكن يخرجوا منها من البحر، هل هذا ممكن ولا لا؟ يعني عملية مراقبة 1300 نفق عملية صعبة جدا، وشفنا يعني بإحدى المرات أنه أحد تلك الأنفاق تعدى غلاف غزة وخرج خارج حاجز إرز وقام بعملية من خلف خطوط الإسرائيليين، وبالتالي لا يمكن حصر
كما قلت 1300 نفق، 500 كيلومتر، مخارج متعددة، بوابات متعددة، مخفية، مموهة بشكل جيد، لها أماكن خرائط لا يعلمها إلا ما قام بوضعها، مدعمة. شاهدنا الفيديوهات التي عرضت على الأقنية التلفزيونية إن كان بقنوات عربية أو قناة روسية، عرضت لتلك الفيديوهات وسمح لهم بالتصوير. وبالتالي إن كان على البحر، نعم بالتأكيد هناك مخارج تؤدي إلى البحر، وهناك مخارج تؤدي إلى القسم الجنوبي، وهناك مخارج تكون خارج الغلاف غزة. وبالتالي هذه الأنفاق مدينة ما تحت قطاع غزة، مدينة كاملة. وبالتالي هذا ما يرى بإسرائيل التي تبحث ليس عن السيطرة أو عن التخلص من قيادة حماس والجهاد الإسلامي، بل تبحث عن التخلص من أنفاق غزة. حتى سمعنا كلام بالأيام الأخيرة من أن هناك تحالف أوروبي اليوم يعمل على تشكيل نوع من القوات المشتركة للتخلص من أنفاق غزة فيما بعد حرب غزة. حضرت العميد، آخر سؤال وعلى السريع رجاء، القصف الذي تمارسه إسرائيل بهذه القوة على غزة وعلى الشمال، هل ممكن وفق ما بيقولوا أنه يتمكن من هذا الردم كله، من إقفال بعض المخارج لهذه الأنفاق، ولكن أيضا هل ممكن أن يكون له آثار سلبية في هذه المعركة، لأنه طبعا مقاتلي حماس ممكن يستخدمون كمتاريس طبيعية مثلا؟ يعني اليوم مثل ما تفضلتي بالتقرير أنه 25 ألف طن بمعدل 7 كيلوغرام لكل مواطن فلسطيني في غزة من التي ان تي سقطت عليها، دمرت 40 إلى 45%. هناك عشرات ألاف وحدات سكنية التي دمرت، هل لها تأثير مزدوج؟ يعني هناك تأثير من التخلص من الكثير من الكتل البتونية، وشاهدنا ما يسمى الأحزمة النارية اللي عملت عليها إسرائيل في أثناء عملية التمهيد الناري، وكأنها تفتح طرق بين المباني السكنية لعبور الدبابات كي لا تحتاج إلى مفاجآت أو لا تقع في كمائن. لكن أيضا بنفس الوقت تلك الكتل البتونية التي انتشرت على مساحة كبيرة في قطاع غزة ستشكل متاريس وستشكل إعاقة أمام تقدم الدبابات، ويمكن لعناصر حماس والجهاد الإسلامي من استخدام تلك الهدم الذي حصل في عملية الكمائن أو في عمليات القنص أو في عمليات الاشتباك من مسافات قريبة. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من اسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.